الفنان العراقي ستار سعد أطلق أغنيته الجديدة إحساس جديد من لبنان. ودي اتغير واغير طبعي وانسني طيب وهدوس على قلبي. واكيد برنامج من بيروت كان متواجد بهيدي الاحتفالية، وبداية سألناه شو اللي اغريك يا ستار حتى تختار هيدي الاغنية لتطلقها تحديدا بهيدا الوقت. شرفتونا حفل انطلاق الفيديو كليب، ومثل ما شفتي عمل متكامل من كلام ولحن وتوزيع واخراج كلمات عماد الاسعد والحان احمد زعيم واخراج وتوزيع عمر صباغ واخراج ريشا سركيس. العمل متكامل مبين القدرة الفنية به من ناحية الصوت، من ناحية الكلام، من ناحية اللحن والإخراج. وأنا فرحان إنه الناس حبوا العمل كلش، وهذا الشيء يسعدني إنه شقد عندنا إحنا ناس ذواقين يحبون يسمعون الفن الصح، لأن ملوا من الأغاني اللي تكون هابطة. يعني نصيحة لبعض الفنانين إنه يقدموا فن راقي، لأن عندنا ناس راقية تحب تسمع الفن الراقي. واستبعنا بحديثنا مع ستار سعد وقلنا له إنه سمعنا المخرج اللبناني ريشا عم بيقول إنه ستار ممثل من الدرجة الأولى، برأيكم شو كانت ردة فعله؟ أكيد هذا الشيء فرحني، وأني خضعت تجارب وتمارين مكثفة من خلال، لأن أنا صورت قبل فيلم سينمائي إلى بغداد، واستفاديت من خبرة الممثلين اللي كانوا بالفيلم، وقدرنا نطلع بنتيجة حلوة. فلما نجيت صورت هذا الفيديو كليب كان مرتاح كلش المخرج بالأداء اللي قدمه، وقال لي اختصرت لي وقت ستار، عافية عليك، إنه أنا أشكرك. فهذا الشيء كلش فرحني أكيد. واسترسلنا بحديثنا وقلنا له اشتقنا لستار الممثل، فهل معقول نرجع نشوفك من جديد من بعد تجربتك بإلى بغداد؟ ستار كفنان غنائي هسه حاليا، لكن إذا جدي فرصة إنه أقدم بفيلم أو مسلسل يكون بعد ما أراجع القصة فأكيد ليش لا؟ وحبينا نستفزه شوي لستار وقلنا له عدد كتير كبير من الفنانين صار عم يلجأ للهجة العراقية، وهيدا الأمر عم يضاعف من حظوظ الفنانين العراقيين، فبرأيكم شو كانت ردة فعله؟ بالعكس ما يضعف هذا الشيء، إنه دا يفرحنا إنه كعراقيين ونفتخر. ومن بعد ما سمعنا كلامه لستار أصرينا على الأمر وقلنا له عم ياخذوا من طريقكم. بالعكس لا، كل واحد الفنان ما ياخذ من طريق فنان آخر، لأن الفنان كل فنان عنده لون معين راح يقدمه وإلى جمهوره، لكن يبلش يظل يقدم أغاني حتى جمهوره يتوسع. لكن أنا ما عندي، يعني برأيي إنه كل فنان إلى جمهوره وإلى وضعه، ومو غلط الإنسان يقدم أغاني باللهجات الأخرى، لأن الفنان فنان عربي، ما نقول فنان عراقي أو فنان لبناني أو فنان كويتي أو سعودي. الفنان بصورة عامة لازم يؤدي كل اللهجات حتى يرضي كل جمهوره بالوطن العربي. واتطرقنا مع ستار لموضوع الإصابة يلي تعرض لها خلال الفيديو كليب، ويلي حرص أنه يعرضها للرأي العام. أنا كنت خايف أنه لا تروح عيني بوقتها، لأن كانت الخشبة على قد وجهي، حسيت بخدر أنا، بس لما يعني تلمست أنه أكو دم، يعني ما كنت متوقع أنه. فلما اجى ريشا قال لي فينا نصور هيك، لان هاي راح تطلع حلوه بالتصوير. قلت له يلا كفي، يعني اطمح انه اقدم الشيء اللي راح يضيف للعمل. فكفينا والدم موجود على وجهي وطلعت الصوره حلوه، فهذا الدم حقيقي. ورجعنا بحديثنا مع ستار لعنوان الاغنيه احساس صفر، يلي هي من انتاج شركه ميوزك از ماي لايف. فقلنا له يا ستار هل معقول صار احساسك صفر؟ مجنون قلبي سلمت للي احساسه صفر. الاحساس صفر ده نقصد احنا بيها الانسان اللي ده تقدمي له كل ما تقدرين عليه من طاقه ايجابيه، ممكن تقدميه بامور اخرى، ده تقدم له الشيء الزين هو يرد لك اياها بطريقه سلبيه. والقصه تقول انه ستار يعني انه هي عامه اكيد، بس طالع انا انه مثلا اقول ودي اتغير واغير طبعي وانسى اني طيب وادوس على قلبي، فانه يحكي عن حاله. وحبيت الفكره اللي طلع بها المخرج ريشه انه جسد هذا الشيء اللي بداخل الشخص على الواقع،
فهذه الفكرة. وكان من اللافت انه ستار حب يوجه رسالة، برأيكم لمين؟ أنا ما راح أحكي على يعني الشواذ اللي دا يطلع بالممكن بعض الأغاني، راح أحكي بصورة عامة على الـ الناس الذواق، الناس اللي تسمع، أخطر ناس تسمع وعدها خبرة بالفن العراقيين، عندهم ناس ذواقة تسمع الفن العراقي الصح. يعني نتمنى من الفنانين، بعض الفنانين دا يطلعون بأغاني انه يقول احنا ايه دنحاكي الشارع غلط، مو هيك انت، مو هيك، يعني احنا نطلب نجيب الجمهور للساحه اللي نقدمها من فن ومن ذوق. ليش انت يسموك فنان؟ مو مجرد انه تقدم اغنيه شارع او تسوصل ترند وانت تعتبر حالك نجحت، لا هذا الشيء غلط. كثير ناس عم يعملوا ترند بالعاطل، ف لازم تقدم أغنية تكون رصينة من ناحية الكلام واللحن والإخراج والتوزيع. وهلا خلينا ننتقل لدردشتنا الخاصة مع المخرج ريشا سركيس، فتعوا معنا حتى يخبرنا عن فكرة هذا العمل. بالنسبة لي الغنية بتحكي عن ستار اللي هو عنده كتير مشاعر، انخزل بحياته وتعرض للخيانة والطعن بظهره وتعرض لخيبات الأمل. كان عبالي صور مشاعره بالكليب بمشاهد بتفرجي هو شو عم بحس من جوا، بمحل بيكون متكوكع على نفسه، بعدين بيظهر لبرا بشوف الناس عم بتشجعه. الناس بالنسبة لي كانت هي ستار عم يشجع حاله، بعدين هو خان نفسه، بعدين لقى حاله بوسط مكافحة الشغب، مكافحة الشغب اللي هو السيستم اللي عمره كرمال ما بقى حدا يقدر يخترقه ويطعنه بظهره. فدايما في عندي هيدا الصراع مع النفس اللي حيالله انسان بعيشه، فانا هيدا بالنسبه لي كان فكره الكليب. وبخلال حديثنا معه لريشا سالناه اذا كان المخرج عم بيصور لفنان من جنسيه ثانيه بعيني بكتابه السكريبت تبع العمل. ايه معك حق، صح صعب، لانه انا اليوم انا كمخرج لبناني بعرف اللبناني كالمواطن والانسان اللبناني شو بحب وشو ذوقه. وقت تكوني عم تشتغلي لحيالله بلد عربي، ما مش ضروري عراقي او خليجي او سعودي او مصري، نحن ما بنعرف شو الكالتشر 100% تبع البلاد اللي نحن ما بنكون زايرينها. فبنجرب دائما نعطي نعمل ريسيرش او ننبش على شو القصص اللي البلد اللي بنكون عم نشتغل لإله، شو اللي القصص اللي بحبها، شو القريبة من الكالتشر. كمان بذات الوقت في قصص بتجربي تتجنبيها لأنه ما بدك تجرحي هيدا الثقافة اللي نحن عم نكون عم نشتغلها، فأي صعب. وبختام حديثنا معه لريشا حب يعطينا صفة عن ستار سعد، برأيكم شو قالنا؟ ستار ممثل شاطر جدا ومن الطراز الرفيع، هيدا الشخص الخجول الرايق اللي منشوفه نحن من جوا، في عنده طاقات جدا واسعة، فهذا اللي اكتشفته. غير انه هو صوته جدا رائع وحضوره جدا رائع وبيمتلك كاريزما، ممثل شاطر.